بينما نعيش مصر الآن في نهاية القرن العشرين، سنبحث وننقب عن وثائق التاريخ بالسينما لهذا القرن الذي قارب على الانتهاء. فرغم الإنجازات والإنشاءات الحديثة التي أصبحت منتشرة حولنا، يبقى أمامنا دائما ما نحتاج للتعرف على تاريخه الأقدم. وعلى سبيل المثال الكوبري ده كوبري قصر النيل اللي بنصوره دلوقتي في كاميراتنا. التاريخ بيقول لنا ان ده اول كوبري اتبنى ليعبر النيل، اذا استثنينا طبعا الحواجز المائيه اللي اتبنت عشان تطوير الري مش عشان عبور النيل اساسا زي القناطر الخيريه مثلا. كوبري قصر النيل نشات فكرته ولاد الخديوي اسماعيل ايام فتح قناه السويس بغرض استخدامه في عبور اوجيني للنيل، رغم انه لم يفتتح الا فبراير سنه 1872. اما تماثيل الاسود الاربعه التي تتصدر مدخلي الكوبري فقد صدر بتنفيذها امر من الخديوي اسماعيل، حيث صنعت التماثيل في ايطاليا من البرونز. ان هدفنا في هذا الفيلم هو البحث عن وثائق السينما في تاريخنا خلال 100 سنة. لكن لماذا 100 سنة فقط؟ اولا لان ما نستطيع التاريخ له من خلال شرائط سينمائية مصورة سينمائيا لا يمكن ان يوجد قبل سنة 1895 اي سنة الاختراع السينمائي. وثانيا انه بمجرد ان اخترعت السينما كانت مصر من البلاد القليلة المحظوظة في العالم التي حظيت بتسجيل لقطات للحياة تحت سماء مصر، اي في نهاية القرن 19. وذلك عندما ارسل الاخوان لومير مصورهما روميو للتصوير في مصر، وكان ذلك في سنة 1897. ولكن أين تلك الشرائط؟ وما هو شكل الحياة في بلدنا في ذاك القرن الماضي؟ هل يعقل أننا يمكن أن نرى ذلك؟ لقد رحنا نبحث عن الوثائق السينمائية الأولى أملا في أن نستمتع بسحر اكتشافها ومشاهدتها، لكن الصدمات كثيرة جدا وتجعل العثور عليها مستحيلا، فالمصيبة فيما دمر وافتقد. وبينما نواصل البحث أسرعت إلى باريس، وبمعاونة جادة من الزميلة ماجدة واصف استقبلتني الخبيرة المعروفة ورئيس اتحاد أرشيفات السينما في العالم فياف السيدة ميشيل أوبير، وهي صديقة لنا ولمصر، التي فاجأتني بما لا يتخيله عقل بشر. فاجأتني باللقطات الأولى التي صورتها كاميرات لومير في مصر سنة 1897. مستحيل. وكانت فرحتي يوم عودتي من باريس حاملا شرائط هذه الأفلام فرحة لا تقدر، ولم تعادلها إلا فرحة استخدامها لتكون أول فصول فيلمنا هذا عن نهاية القرن 19 والتي ستسبق ما حصلنا عليه من شرائط القرن 20. والآن سنشاهد أفلام لومير. فليبدأ المشهد الأول، كوبري قصر النيل في القاهرة مارس 1898. الجمال المحملة بالعلف أثناء الخروج. من المعروف طبعا أن السينما منذ اختراعها كانت صورا متحركة صامتة، ولم يظهر الصوت للسينما الناطقة إلا في عام 1927. سكان الريف يحضرون هنا من الصباح الباكر لدفع الضريبة على المحاصيل الموجهة إلى سوق القاهرة. يتم فتح الكوبري في الساعة 9 صباحا، وفي الفترة من الساعة 1 إلى 2:30 بعد الظهر، وذلك ليتم مرور المراكب وبالتالي إغلاقه أمام المشاة والعربات. شارع النحاسين.
كانت الصورة العامة لحياة الناس في بلدنا صورة تنطق بالفقر والاستغلال والإقراض بالربا الفاحش والقهر تحت مظلة وسيطرة الاستعمار الإنجليزي الجاثم على صدور البلاد منذ عام 1882. إن لقطات روميو وكاميرا لومير تنطق بما فيه الكفاية. ميدان محمد علي بالإسكندرية. الحياة الأوروبية تتركز في ميدان محمد علي، ويذكر أرشيف لومير أن هذا الميدان قد عانى من ثورة في عام 1882. مجموعة من السائحين يركبون حمير في قرية سقار. كتبت صحيفة ليون الفرنسية تعلق عن أفلام لومير بأنها مشاهد حية تم اختيارها لتنقل للمتفرج متعة الرحلة إلى مصر، حيث تنقله إلى النيل عبر رحلة في مركب ليشاهد أمامه ضفاف النيل الجميلة في إطار رائع يجعلنا نؤمن بإمكانية تحقيق إحدى أساطير ألف ليلة وليلة. منذ تحول التجارة العابرة من البحر الأبيض إلى طريق رأس الرجاء الصالح عاشت مصر بمنأى عن الفكر العالمي، وذاع الفقر وضعف الاقتصاد، وبذلك تخلفت مصر عن مجاراة التطورات المصرفية المتلاحقة في أوروبا. ولكن بعد منتصف القرن التاسع عشر حدث اتساع في الرقعة الزراعية وزاد إنتاج مصر من الحبوب والقطن، مما جعل مصر مرتعا خصيبا للبنوك الخاصة وفروع البنوك الأجنبية. ولما كان معظم محصول القطن يصدر إلى الخارج فقد ترتب على هذا أن نمت تجارة مصر الخارجية واتسع نطاقها، وإن اعترض هذا التطور احتياج البلاد إلى رؤوس الأموال مما استرعى انتباه واهتمام الدوائر المالية الأجنبية التي وجدت في مصر ميدانا هاما وحيويا وجاذبا لنشاط رؤوس الأموال. ووجدت في فترة حكم خديوي إسماعيل مناخا مواتيا مشجعا لها، وتدفقت رؤوس الأموال الأجنبية وجاءت في ركابها مصالح البنوك، وتراكمت فوائد القروض وشروطها لتكبل مصر بأعباء مالية ثقيلة أدت إلى فرض الرقابة الأجنبية على المالية المصرية. وأنشئ في سنة 1876 صندوق الدين العام تحت إشراف حكومات فرنسا وإيطاليا والنمسا ثم بريطانيا من خلال مندوب لكل منها. كان النظام المصرفي في مصر ذو أكثر من مستوى، ففي القرى كان يتمثل في أولئك المرابون الذين يبوبونها يمدون بالمال من هم في حاجة إليه. أما في المدن الكبيرة ولا سيما في المواني فقد تأسست العديد من البيوت المالية التي قامت بتمويل التجارة الخارجية معتمدة على رأس مالها الخاص. وفي عام 1898 لا حكم عباس حلم الثاني شهدت مصر مجموعة من الأحداث الهامة، إذ تم توقيع عقد إنشاء خزان أسوان وقناطر أسيوط وبيع أملاك الدائرة السنية، وأيضا تبلور التفكير في قيام مؤسسة شبيهة ببنك الدولة للقيام بأعمال الخزانة العامة التي يباشرها صندوق الدين العام بعد أن اقترب موعد زوال سبب وجوده. وبالفعل في 25 يونيو سنة 1898
صدر مرسوم الترخيص في تأسيس البنك الأهلي. ميدان عابدين مقر الحكومة، وكان أن صدر الأمر العالي للتأسيس. نحن خديوي مصر، بناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأي مجلس النظار، أمرنا بما هو هذا. المادة الأولى: تعتمد نظام نامة البنك الأهلي المرفقة بأمرنا هذا، وتكون جزءا مكملا له، ولا يجوز تعديلها إلا بعد تصديقنا. المادة الثانية: للبنك الأهلي المصري الامتياز بإصدار أوراق مالية تدفع لحاملها عند تقديمها، وذلك حسب القيود والشروط المدونة في النظام نامة المذكورة، ولا يمنح هذا الامتياز لبنك آخر طول مدة بقاء الشركة. المادة الثالثة: على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا. صدر بسراي رأس التين في 25 يونيو سنة 1898. عباس حلمي بأمر الحضرة الخديوية رئيس مجلس النظار مصطفى فهمي، ناظر المالية أحمد مظلوم. وعاصر البنك الأهلي المصري منذ تأسيسه أحداث اقتصادية هامة قام خلالها بالدور المأمول منه خير قيام. ما أن عثرنا على المكبس الذي تم به طباعة أول سهم للاكتتاب، حتى عثرنا على الوثيقة نفسها. ومستند سهم الاكتتاب في تأسيس البنك الأهلي يظهر لنا بالألوان لأننا نصوره الآن كأثر. وقد حظى البنك بتأييد وزارة المالية وبنصيب وافر من حسابات الحكومة والبلديات والمحاكم المختلطة. وقد رحبت الجرائد بإنشاء المصرف الوطني، وعبرت عن آمالها في أن ينجح في تخفيض أعباء الربا الفاحش عن المتاجرين وتنزيل معدل الفائض عن حساباتهم الجارية مع سائر البنوك. وهنا تجذب الإسكندرية كاميراتنا حول هذه اللحظات التأسيسية في تاريخ مصر. فمثل كل أزمنتها في التاريخ، كان لابد للإسكندرية أن تفرض جاذبياتها الخاصة في تأسيس البنك الأهلي المصري، لأن الإسكندرية في ذاتها مركز جذب ونشاط بحكم موقعها الهام على البحر الأبيض المتوسط. لذا فما أن افتتح مكتب القاهرة في 3 سبتمبر سنة 1898، حتى كان افتتاح فرع الإسكندرية يوم 19 من نفس الشهر، وليشهد مع بقية الفروع التي تبعته في أنحاء الإسكندرية كل مجريات تاريخها الاقتصادي وجميع أنواع الأعمال المصرفية بها. لازلنا مع اللقطات الملونة، أما عندما ننتقل بعد ذلك إلى لقطات الأبيض والأسود سنكون قد عدنا إلى وثائق التاريخ الماضي. أما الآن فنحن في اللحظات المعاصرة كأنها بالألوان. ومنذ البداية أودعت الحكومة أموالها بالبنك الأهلي المصري، وكذلك تجار القطن والمحاكم المختلطة وبلدية الإسكندرية وحكومة السودان. وكانت الأغراض التي أنشئ البنك الأهلي المصري من أجلها هي إصدار أوراق تدفع لحاملها لدى تقديمها، تقديم سلفيات للزراع، عمل قروض وسلفيات للحكومة المصرية والبلديات والمنشآت العامة بمصر، إصدار القروض، الاتجار بالعملات الأجنبية وبالمعادن الثمينة، خصم الكمبيالات التي تدفع بمصر. وعلى العموم مباشرة جميع الأعمال المصرفية لحساب الأفراد والشركات أو المؤسسات العامة، والاشتراك في جميع الأعمال التجارية أو المالية أو الصناعية في مصر عدا الأعمال العقارية أو الخاصة بأموال ثابتة أو المتصلة بمشروعات أجنبية. وجاء تأسيس البنك الأهلي المصري مختلفا عن البنوك الأجنبية العاملة في مصر، والتي كان توجيه سياساتها والإشراف على إدارتها يتم من عواصم البلاد التابعة لها، على عكس البنك الأهلي. فرغم أن نصف رأس ماله قد اكتتب به في لندن، إلا أنه قد أنشئ في مصر بموجب أمر عال من الخديوي، وجعل مقر إدارته في القاهرة حيث تتركز سياسته وإدارته، وكل ذلك بقصد أن يكون بنكا أهليا مصريا صميما. هذا يقودنا إلى معلومة هامة، وهي أنه في نفس عام تأسيس البنك الأهلي المصري سنة 1898
تم افتتاح فرع له بلندن في 3 اكتوبر من نفس السنة، واتخذ مقرا له في شارع كانو. وعندما ذهبنا بالكاميرا الى لندن نبحث عن فرع البنك الاهلي، ظللنا نبحث وكنا نتمنى لو صورنا المبنى، الا اننا اكتشفنا انه انتقل الى المقر الحالي بشارع كينج ويليامز. حتى السنتين الاخيرتين من القرن 19 لم يكن بمصر عملة موحدة، وكان الذهب هو مقياس القيمة في التداول. اما في مايو 1899 فقد بدأ البنك الاهلي المصري باصدار البنكنوت الورقي لاول مرة في مصر، فاصدر ما قيمته 60,000 جنيه مصري. المشكلة ان الجمهور لم يكن قد تعود على التعامل بالعملة الورقية، لدرجة ان 60,000 جنيه التي تم اصدارها لم يتم تداول الا ربعها فقط في البداية. لذا فقد حرص البنك ان يطلب من وزارة المالية اذاعة منشور دوري على عواصم المديريات يصرح فيه لصيارفة الحكومة بصرف قيمة هذه الاوراق بالذهب عند الطلب، في محاولة لاقناع الناس بالامان في ضمان قيمة هذه الاوراق المسماة النقود. وتدريجيا ما لبث ان اعتاد الناس التعامل بتلك الاوراق، فزاد مجموع الاصدار شيئا فشيئا حتى وصل الى 8,250,000 جنيه في عام 1914. ثم استمرت الزيادة حتى صارت النقود هي اعلى وثائق هذا العصر واكثرها سخونة، بل ورحنا نتتبع في فيلمنا اهم اصداراتها في هذا التاريخ الوثائقي. وبينما كنا نبحث بالكاميرات عن اصول ووثائق الاصدار واماكنها، شغلتنا المفاجأة التي سمعناها من الاستاذ محمود عبد العزيز الرئيس الحالي للبنك الاهلي المصري. هقول بعض الكلام انا مؤمن تماما انه صعب جدا تصوره وليس فقط التفكير فيه. المرتقب في جملة وما تخرجوش منها، المرتقب مذهل لدرجة الذعر. ستختفي النقود، ستختفي البنكنوت كبنكنوت، سيختفي، سينتهي عهد البنكنوت وعهد السياسات النقدية، وستضرب بأسلوب مختلف لأن لن يكون هناك بنكنوت بعد كده له جنسية. هذا الصوت يأتينا من أعلى قمة للبنك المسؤول تاريخيا عن إصدار أول بنكنوت مصري منذ 100 سنة. فما هذا الذي يدور في رأس الأستاذ محمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلي المصري؟ البنك ده بنك سريع في التوقع للمستقبلي والاستجابة للمتغيرات قبل ما تحصل، وبنستعد لما سيحدث بعد 3-4 سنين وما سيحدث مع القرن القادم والإنترنت ولغة التخاطب المصرفي اللي جاية والتعامل من لا مواقع مصرفية. يعني الكارت الذكي او البطاقة الذكية مع المستقبل هتعمل تحويل الاموال من بطاقة لبطاقة من غير ما نحس، ومن عملة لعملة من غير العملات ما تعرف ايه اللي تحول منها الا بمراكز كمبيوتر كثيرة. اللي بعد كده بقى المستقبل بتاع المستقبل اللي انا قلت لكم عليه من شوية بقى، البنك المركزي نفسه هينتهي من اوروبا ومن امريكا، ويمكن يبقى دور الريجولاتوري دور الرقابي، انما دوره النقدي انا اعتقد انه مع تداول النقود بلا حواجز ولا اسرار ولا هتنتهي العملية. دي الزاوية المركزية. زاوية البنوك التجارية بقى سيتم التعامل في العالم كله من خلال التليفون واجهزة الكمبيوتر في كل بيت، بقت اجهزة اتصال كاملة تقوم من خلال الانترنت بكل العمليات المصرفية مهما كانت خطورتها، بكل العمليات المصرفية. واتعمل 3-4 فروع انترنت في العالم ما فيهاش حاجة غير واصلات سلوك كمبيوتر وشاشات وادي البنك. اين البنك المركزي وسلطته؟ علامة استفهام ضخمة جدا ومش مفهومة لحد دلوقتي ولا على مستوى امريكا، عشان كده التجربه بدات في اسكتلندا مش في امريكا. الرقابه المصرفيه في العالم بتتغير. احنا بنسهم بتواضع في وضع هذه المعايير المرتقبه من خلال اتحاد المصارف العربيه وعضوته المراقبه للجنه الرقابه في بازل. واحنا كجهاز مراقب اللي هو علينا الميدان في الرقابه بنطلب البنوك المركزيه بالمزيد من القوه والاحتراف في الرقابه وقياس جوده الاداره وقصر الإدارة وأدوارها في وظيفتها الجديدة على قدراتها فقط،
وتعميق العلاقة التبادلية بين هيئات الرقابة المالية اللي هي البنوك وهيئات الرقابة الرأسمالية اللي هي البورصات، ووضع مواثيق العمل والأخلاقيات المصرفية موضع الاعتبار، وده موضوع مهم. وأرجو أن أكونش نسيت حاجة من الضوابط الستة اللي احنا بنشرف إن أنا أحد اللي اشتركوا في إضافتها في هونغ كونغ أثناء الندوة الخاصة بالإنترناشنال انستيتيوت أوف فاينانس. كل هذا التفكير المستقبلي لم ينشأ من فراغ أو من عدم، وإنما له تراث وتاريخ. ومتابعتنا للتاريخ في مصر ظلت مرتبطة باهتمامنا الأساسي، وهو ملاحقة الوثائق السينمائية، إلا أننا سنركز الآن جهود بحثنا في الوثائق الفيلمية المنتجة بالسينما المصرية نفسها، وسنكف مؤقتا عن البحث عند الأجانب. سنكتفي بالأفلام التي صورها مصريون. فما أن انتصرنا على مشكلة التوثيق السينمائي لنهاية القرن التاسع عشر في مصر، حتى أتحفنا بل أسعفنا الزميل دكتور محمد كامل قليوبي باكتشاف نسخة من أفلام محمد بيومي التي تقدم لنا أقدم شرائط سينمائية مصرية مكتشفة حتى الآن، إذ يرجع تاريخها إلى سنة 1923. جدير بالذكر أن جميع أفلام محمد بيومي أفلام صامتة، واستخرجنا مجموعة اللقطات اللازمة لتاريخ هذه المرحلة من بين شرائط النسخة التي رممت لأكاديمية الفنون تحت رعاية الدكتور فوزي فهمي. كانت قد بدأت الاحتفالات بعودة الزعيم سعد زغلول من المنفى منذ وصوله إلى الأسكندرية يوم 17 من سبتمبر سنة 1923، وعمت الاحتفالات المدن التي مر بها حتى القاهرة، ولم تقل عن حفاوة استقباله عند عودته الأولى في أبريل سنة 1921. وفي ظل زعامته لمناهضة الاحتلال الإنجليزي، هذه الزعامة التي تتزايد شعبيتها منذ أعلن سعد في فبراير سنة 1919 بطلان الحماية البريطانية على مصر، وهو الإعلان الذي ترتب عليه قرار المندوب السامي البريطاني بنفي سعد ورفاقه. فكان الرد بأن هب الشعب كله في ثورة موحدة ضد الاحتلال في 8 مارس سنة 1919، وكانت ثورة شعبية ضد أكبر وأقوى دولة في العالم خرجت منذ وقت قصير جدا منتصرة في أول وأكبر حرب عالمية حينذاك. إلا أن أبرز ما في سعد زغلول أنه حول ثورته إلى ثورة فلاحين، فقد كانت ثورة عرابي عسكرية، وحركة مصطفى كامل هي حركة شباب مثقف، وكان الفلاح المصري الذي يزرع قطن الاقتصاد المصري لا يشترك اشتراكا فعليا في هذه الثورة. وكانت قد تتالت الأزمات النقدية في هذه السنوات التي بدأت بالأزمة الاقتصادية العالمية في 1929-1930، لكن ما أن تظهر لزراع القطن في مصر لحظاتهم الحرجة مع مستحقات البنوك العقارية حيث الأقساط المتأخرة عليهم لهذه البنوك، حتى يبرز دور البنك الأهلي في تسوية هذه المتأخرات بإصدار قرض عام بواسطته، تماما مثل ما اعتاد أن يمنح السلف لهؤلاء الزراع. فأنشئ بنك التسليف الزراعي في عام 1931 برأس مال 1,000,000 جنيه، اكتتبت الحكومة بنسبة 50% منه، بينما أسهم البنك الأهلي المصري والبنوك الأخرى والمؤسسات التجارية بالنصف الآخر. وللحيلولة دون تزييف أوراق النقد المصري، قام البنك الأهلي سنة 1930 بإصدار نموذج جديد للورقة النقدية من فئة الجنيه، مطبوعا عليها الصورة المائية لأبي الهول. وكانت الخمسين قرش الجديدة التي طبعت سنة 1935 بالعلامة المائية للجعران هي آخر ورقة نقدية يصدرها البنك الأهلي في حياة فؤاد، الذي يتولى ابنه الملك فاروق عرش مصر من بعده، وليصدر بعد ذلك في عام 39 مرسوما بشأن إصدار البنك الأهلي لأوراق النقد بما نصه: نحن فاروق الأول ملك مصر، مادة واحد يمد لمدة 40 سنة تبتدئ من تاريخ العمل بهذا القانون الامتياز الممنوح للبنك الأهلي المصري، وذلك بالشروط المدونة بنظام البنك. وظللنا نبحث في شرائط محمد بيومي، إلا أن المتوفر لا يكفي. ومع بداية الخطوات الجادة لصناعة سينمائية في مصر، كانت هناك إنجازات متتالية في الأفلام التسجيلية، لكن يندر الحصول ولو على القليل من أشرطتها. ومع ذلك
إننا نتحرك بالأمل. أصبحت لدينا هنا لقطات عن القطن المصري والذي لم تصوره كاميرا لومير الأولى في مصر، رغم أنه كان وظل عمودا محوريا لكل حالات الصعود والهبوط في الاقتصاد المصري. عندما دقت الحرب العالمية الثانية طبولها في العالم، جاءت الصدمة الكبرى يوم أعلنت إيطاليا الحرب في 10 يونيو سنة 1940، حيث أصبحت الملاحة في البحر المتوسط محفوفة بالمخاطر، وتعقدت مشكلة شحن القطن وتصريفه. وهنا اتفقت الحكومتان المصرية والبريطانية على الاشتراك في شراء أي كمية من القطن تعرض للبيع. ولهذا الغرض تشكلت لجنة شراء القطن برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي. وفي أول ديسمبر سنة 1940 أصدر عن طريق البنك الأهلي المصري أول قرض للقطن بمبلغ 10 مليون جنيه، على أن يستهلك خلال السنوات من 1942 إلى 1946. في مقابل نقص الكثير من الوثائق السينمائية، قد لا ننتبه إلى الكثير من الأماكن التي تعتبر وثائقية في ذاتها، ومع ذلك نمر عليها دون أن ندرك كم كانت مؤثرة في تاريخ مصر. مثلا ذلك المبنى العتيق قرب ميدان العتبة والذي كان مقرا لصندوق الدين العام، ذلك الدين وصندوقه اللذان ظل قيدا لمصر ولا مهرب منه. مثلا قد أبرمت الحكومة المصرية في صيف 1940 اتفاقيتين، إحداهما مع الحكومة البريطانية والثانية مع الحكومة الفرنسية، بهدف إلغاء الصندوق على أن يتكفل البنك الأهلي المصري بخدمة الدين العام نفسه، لكن تعذر التنفيذ نظرا لفصل 200 من موظفي البنك الأهلي من الإيطاليين بسبب دخول إيطاليا الحرب. كل هذه المعلومات وغيرها الكثير يمكن أن تبعثها الأماكن القديمة، ومن هنا جاءت دعواتنا للتسجيل بالكاميرا السينمائية، فانطلقنا بها نبحث على سبيل المثال عن بعض البدايات العتيقة للبنك الأهلي. وفي حي المسكي أعرق الأحياء التجارية الشعبية بالقاهرة، خبأنا كاميرا سعيد شيمي بصعوبة لنسجل المبنى العتيق لفرع البنك الأهلي بالمسكي الذي أنشئ عام 1904. وعندما ذهبنا للتصوير في فرع البنك الأهلي بالمنصورة والذي أنشئ في عام 1900، لم نعثر على أي نوع من الوثائق التاريخية، لكن دون أن يفوتنا تصوير كوبري طلخة العتيق الذي تم بناؤه عابرا النيل باتجاه فرع المنصورة، كواحد من الكباري الستة التي شيدت على النيل في الفترة من سنة 1907 إلى سنة 1909. وكان فرع الأقصر الذي أنشئ عام 1906 هو آخر المجموعة الأولى من وكالات البنك الأهلي التي توالى إنشاؤها مع بداية القرن العشرين في مصر وبعد أن ترسخ تأسيس البنك. وإذا كان الدور الأجنبي قد انعكس بتواجد كبير في التجربة التاريخية للبنك الأهلي بدءا من تأسيس الأبنية ومرورا بأعمال الإدارة، فإن الخبرة الوطنية كان لابد أن تأخذ مكانها الحقيقي، وهو ما تحقق لاحقا عندما سمعنا عن بنود التمصير والذي أصبح نافذا من أغسطس سنة 1940، حيث قضت هذه التعديلات بقصر التوظف على المصريين، بل وسيأتي التاريخ لاحقا بكل السيادة للمصريين. وها هو الأستاذ محمود عبد العزيز الذي تعدت خبراته الاقتصادية حدود مصر بل والعالم العربي، ثم لم يكتفي بمصريته ومصرية مجلس إدارة البنك الأهلي المصري تحت رئاسته، وإنما راح يجمع مجلسا لحكماء المصريين الذين عرفوا بخبراتهم التاريخية الكبيرة. وما أروعها فكرة مجلس الحكماء، لأنها تجمع هذه الخبرات المصرية العملاقة من ناحية،
وتجسد ضميرا اقتصاديا مصريا على أرفع مستوى يفوق كل التوقعات، وبقيادة مصري تحلق خبرته فوق هذه المهمة من ناحية أخرى. الملك فاروق ملك مصر أثناء استقباله للملك عبد العزيز عاهل السعودية سنة 1946. ورغم أننا الآن ما زلنا في سنة 1946 إلا أن كل الأحداث الواقعة بعد الحرب العالمية الثانية فصاعدا وخلال فترة حكم الملك فاروق، فإن حرب فلسطين التي ستقع سنة 48 مخلفة وراءها الفجيع والشهداء تصبح هي الواقعة الكبرى في صفحات هذا التاريخ. وبقية القصة معروفة، ذهاب الجيش الملكي المصري إلى فلسطين بعد فوات الأوان بدون استعداد لأسلحة هزيلة، على أن الجيش المصري قد أدى واجبه كاملا وبرهن على بطولته في ميدان القتال رغم الفوضى التي كانت تسيطر على قيادته، ولم تكد تمضي 3 أسابيع على بداية الحرب حتى تدخل مجلس الأمن وطلب إلى الفريقين عقد هدنة بينهما. وربما تكون هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها لقطات السينما تسجل زيارة الملك فاروق للجبهة في فلسطين أثناء وقف القتال. وتبين أن الجيش المصري بالذات هو الذي وقع عليه العبء الأكبر في حرب فلسطين. أيها المواطنون، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون المغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وسلمت قيادة الثورة إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء عريضة موجهة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول، تحمل مطلبين على لسان الشعب. الأول أن يتنازل جلالته عن العرش لسمو ولي عهده قبل ظهر اليوم. الثاني أن يغادر جلالته البلاد قبل الساعة 6 من مساء اليوم. وقد تفضل جلالته فوافق على المطلبين. ومع نهاية أسرة محمد علي أصبحت مرحلة كاملة من تاريخ مصر في عماد التاريخ. أما في عام 1952 فقد أصدر البنك الأهلي نماذجا جديدة لجميع أوراق النقد المصري بمختلف فئاته، وكان واضحا خلوها من صورة الملك فاروق. عن الوثائق السرية التي حصلت عليها المخابرات المصرية والخاصة بتسليح إسرائيل وحرمان مصر والعرب من السلاح. وإني أريد أن أقول لكم إن هذا لن ينطلي علينا أبدا، وقد كنا نشعر في الماضي إننا أغنياء بالرجال، أغنياء بالتضحية، أغنياء بالنفوس، أغنياء بالإيمان، ولكننا كنا نشعر بالضعف في السلاح. وأنا أقول لكم اليوم، بل أنا أحس معكم اليوم يا إخواني، إننا أغنياء بالرجال، أغنياء بالإيمان، أغنياء بالتضحية، أغنياء أيضا بالسلاح. وينطلق زعيم ثورة يوليو جمال عبد الناصر يقود البلاد في رحلة جديدة على تاريخ مصر الحديثة. وفي العهد الجديد وكلما فتشنا في الوثائق السينمائية نجد القطن يواجهنا بشكل أو بآخر، إذ حتى مع كل ما أعلنته ثورة يوليو سنة 1952 ضد السياسات السابقة، إلا أن القطن يظل يفرض نفسه على الوقائع الاقتصادية. ومن الملاحظ في هذه الفترة
أن البنك الأهلي قد ساهم في استهلاك قرض القطن لسنة 1954-1955 وفي طرح عدد من قروض الإنتاج، كما استمر في فرض رقابته على النقد الأجنبي وفي تنفيذ اتفاقات التجارة والدفع التي زادت أهميتها بالنسبة لتجارة مصر الخارجية خلال هذه السنوات. ومع ثورة يوليو 1952 بدأت تتوالى الوقائع الساخنة في تاريخ مصر المعاصر، ومع تعددها كانت كلها تجري وبطول السنين في إطار واحد وهو عشق الجماهير لعبد الناصر. تلك الظاهرة التي أصبح يحلو للبعض تسميتها كاريزما عبد الناصر. لم يكن الأمر يتعلق بشعارات الاتحاد والنظام والعمل أو المبادئ الستة للثورة أو المجتمع الاشتراكي الديمقراطي والتعاوني، بل لأن ثورة يوليو شرعت تقدم للناس أشياء ظلوا طويلا في انتظارها. لقد طرد الملك، حل النظام الجمهوري، الإصلاح الزراعي، دارت ماكينة التصنيع، افتتحت المدارس والكليات الجامعية الجديدة، جلاء الإنجليز عن مصر، أوصد الباب أمام تسلل الأحلاف العسكرية والاستعمار الجديد. بعد العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 تبين لحكومة الثورة خطورة الملكية الأجنبية لإغريق هذا التوجه. صدر في عام 1957 قانون تمصير البنوك العاملة في مصر، تلاه قانون يخول للبنك الأهلي رسميا كل سلطات البنك المركزي، وتم تمصير ثم تأميم الشركات التي رأت فيها الثورة أنها احتكارية، وسعت الدولة للعمل بنفسها في ميدان الاستثمار والتشييد. وباستمرار البحث التاريخي وبالتنقيب في الوثائق اطلعنا على التاريخ الحقيقي حول ممارسة العمل المصرفي التجاري للبنك الأهلي، وذلك عبر دفاتره الأثرية العتيقة منذ تأسيسه. ومن بينها صورنا الدفاتر الأولى لحسابات العملاء، أي التي يرجع تاريخها إلى 100 سنة، لتصبح شرائطنا السينمائية وثيقة الوثائق والتي تحفظ التاريخ حيا وتبعث الثقة في إمكانيات التطور والتطوير. وأخذا بالاتجاه السائد في معظم دول العالم من حيث ملكيتها للبنوك المركزية فيها، أصدرت حكومة الثورة في فبراير 1960 قرار رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر بالقانون 40، ويقضي بتأميم البنك الأهلي المصري وتحويله إلى مؤسسة عامة مملوكة للدولة. ولم يكن ذلك لكونه أكبر البنوك التجارية فقط، وإنما بصفته البنك المركزي للبلاد، فجاء ذلك تأكيدا لمفهوم رقابة الدولة على الأنشطة الاقتصادية والمصرفية في مصر. وبعد 6 أشهر صدر قرار جمهوري بتقسيم البنك الأهلي إلى بنكين مستقلين، الأول يمارس كل عمليات البنوك التجارية المعروفة، أما الثاني فيختص بوظائف البنك المركزي. وعلى ذلك أصبح البنك الأهلي المصري يزاول نشاطه باعتباره بنكا تجاريا خالصا منذ يناير 1961، بينما أصبح شقه الآخر منذ ذلك التاريخ هو البنك المركزي المصري الذي يمارس نشاطه كبنك الحكومة المركزية. وهنا ينشأ التساؤل، بنك يمارس الصرافة التجارية في دولة اشتراكية؟ وتكمن الإجابة في تجربة الدولة التي تستخدم الجهاز المصرفي للسيطرة على أوجه الاستثمار. كيف؟ الحقيقة أنه رغم فصل الشق المركزي عن البنك الأهلي وبعد أن أصبح الأهلي بنكا للأعمال المصرفية التجارية، إلا أن ما يفوت الكثيرين
انه ظل بحكم طبيعة المرحلة بنكا للدولة، حيث تحددت اهداف المجتمع والدولة بضرورة السيطرة على المشروعات الكبرى، ومن ثم السيطرة المباشرة على مصادر تمويلها المحلية والاجنبية على حد سواء. وفي قمة ذلك تأتي البنوك وعلى رأسها البنك الاهلي. وفي نفس الوقت فان الشعب المصري وهو يجابه الثورة من اجل التطوير ويحاول تجميع المدخرات وتشجيعها وتحريكها في اتجاه التنمية، لم يغب عن باله ان الرأسمالية المحلية الكبيرة استطاعت في ظروف ثورات وطنية عديدة ان تحول نتائج الثورة الى ارباح لها، لانها بامتلاكها للمدخرات القادرة على العمل في التنمية تستطيع ان تحتل لنفسها مواقع الاحتكار التي تحصل منها على كل فوائد هذه التنمية. كانت الروح الوطنية المتأججة هي الغذاء لكل يوم، ومع ذلك فإن نظرة للوثائق تدلنا على أن شعبنا كانت لديه الرغبة العارمة للخروج من اقتصاد التصدي للحصار. أما الخروج من اقتصاد الحرب فلم يكن شفيعه إلا الروح الوطنية دون أن يخبو حلم الخروج منه، فما من أحد يكره السلم. كانت ضربة 67 ضربة مروعة لنا على كل المستويات. ولأننا ظللنا نعمل ليل نهار لإعادة البناء العسكري وفي اتجاه هدف واحد وهو إزالة آثار العدوان، لذلك قضي علينا أن نعيش معاناة اقتصاد الحرب، ودفعنا في الجيش أحلى سنين عمرنا، واستهلك عبد الناصر صحته، بل ودفع كل حياته ثمنا في الإعداد للتحرير. إننا جميعا قد دفعنا الغالي والثمين ثمنا لرغبتنا الحقيقية في السلام، وليست الرغبة في الحرب. إننا مجبرون على الحرب دفاعا عن وطننا وحريتنا. كانت سنوات حرب الاستنزاف سنوات بطولة حقيقية، وكانت في جوهرها حرب صمود، وأقسى ما فيها كانت معاناة الصمود الاقتصادي إعدادا ليوم التحرير. ولحسن الحظ أن فرع البنك الأهلي في السويس على جبهة القتال ظل محتفظا بمبناه العريق الذي تأسس عام 1920، وعندما ذهبنا لزيارته بالكاميرا حكى لنا القدامة والشبان قصة هذا الفرع مع حرب الاستنزاف. فاجأونا بذكرياتهم الحماسية التي متأججة حول مغامراتهم اليومية لإرسال المستندات للقاهرة تحت وابل النيران حفاظا على حقوق المودع. لشدة السرية ودقتها في تحضير وإنجاز حرب أكتوبر هي أهم أسباب النجاح فيها، لكن ثمن ذلك أن وثائقها الفيلمية تكاد تكون معدومة تقريبا، ولذا اعتاد الجميع أن يستعينوا بلقطات تعيد تمثيل عملية العبور. أما نحن فقد بذلنا الجهد الأكبر في الحصول على كنز من اللقطات الحقيقية التي تم تضفيرها مع بعض اللقطات الشائعة.
تكاد حرب اكتوبر ان تصبح بالنسبه لنا هي اللحظه الفاصله تاريخيا بين سينما الابيض والاسود وبدايه عصر السينما المصريه الملونه. ولهذا فاننا في هذه المرحله من الفيلم قد اصبح ما نصوره الان ملونا طبعا كالعاده، وكذلك ما نحصل عليه من وثائق سينمائيه عن الماضي الذي يبدا بانتصار اكتوبر فانه اصبح كله بالالوان ايضا. اي ان الماضي والحاضر قد امتزجا الان واصبح هذا وذاك بالالوان. عندما تحقق لمصر النصر حرص الرئيس السادات على ان تكون حرب اكتوبر هي اخر الحروب، كما حرص على ان تتجه مصر نحو نظام اقتصادي جديد. وكانت سياسة الانفتاح الاقتصادي هي ابرز ملامح المرحلة التي عقبت نصر اكتوبر واعادة افتتاح قناة السويس. ومر اقتصاد مصر بكثير من آثار التحولات التي تتسم بها مراحل الانتقال. فمثلا ومع الازدهار العمراني الجديد بدأت ظاهرة تآكل الرقعة الزراعية أمام زحف المباني الإنشائية عليها، مما استدعى إصدار العديد من القرارات التي تجرم ذلك، ولكن الزحف ظل كبيرا. إلا أن صناعات ومجالات اقتصادية جديدة بدأت تنشأ وتتطور في هذا المناخ. وكان من أبرز التوجهات التي اتسمت بها فترة البدايات لرئاسة الرئيس محمد حسني مبارك هو الدعوة للالتفاف العلمي على حلول المشكلة الاقتصادية، والذي تجسد في فكرة البدء بمؤتمر اقتصادي موسع دعا إليه وشهد افتتاحه وتابعه حتى نتائجه التي وضعها الرئيس مبارك موضع الدراسة والتطبيق والتطوير خلال السنوات التالية في الانطلاق الى اقتصاديات السوق الحر. هذه واحدة من الوثائق السينمائية عن الرئيس مبارك. انه يلقي خطابه التاريخي امام البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ. وهنا يختلف نوع النجاح الذي تحتويه هذه الوثائق عما يمكننا استدعاؤه في الذهن عن زمن استحكام المشكلة المصرية ايام الاحتلال الانجليزي، عندما كانت محاولات الزعماء الاوائل مثل سعد زغلول ومصطفى كامل ومحمد فريد قد توجهت نحو طرح القضية المصرية امام الرأي العام الاوروبي كاحد اهم السبل التي تطرح الامل الشعبي في التحرر والخلاص. لكن هذه الانطلاقة المعاصرة في اتجاه اوروبا في زمن الاستقلال والحرية لاقتحام البيت الاوروبي نفسه انما تستهدف انطلاقة اقتصادية تبنى على انطلاقة سياسية تطور دور مصر وتفتح لها الابواب في كل اتجاه. في هذا الاتجاه ولضمان ركيزة مصرفية تحقق التواصل الاقتصادي المصري مع اوروبا، راح البنك الاهلي المصري يدعم قاعدته العريقة في لندن دون الاكتفاء بفرعه في شارع كينج ويليامز، وانما لخدمة الانطلاق الى كل اوروبا عبر فرعه في سيتي بلندن، حيث هذه المنطقة هي قلب حركة رأس المال وإدارته في بريطانيا، ليس فقط بسبب وجود بنك بريطانيا الرئيسي الذي يحتفظ بغطاء الذهب، وإنما لوجود بورصة لندن ووجود اتحاد البنوك العالمية، وحيث توجد لجميع بنوك العالم الكبيرة فروع رئيسية في هذه المنطقة.
والملفت للنظر أنها منطقة ينعدم فيها السكن، لأن كل مبانيها بنوك وهيئات ومصالح اقتصادية، ومن هنا تأتي قوة التواجد بفرع للبنك الأهلي المصري. هذه لقطات تسجل في القاهرة إحدى لحظات زيارة الأميرة الإنجليزية الراحلة ديانا، وهي برفقة السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية في واحدة من مراكز العمل الاجتماعي التي تشملها برعايتها. إن ما تسجله محتويات الصورة هو حقيقة حية ترتفع إلى مستوى الوثيقة التي تثير سحرا تاريخيا. أما السبب في الحصول على هذه اللقطات وضمها إلى مختارات البنك الأهلي في التوثيق للمستقبل، إنما يرجع إلى أن دعم النشاط الإنساني قد أصبح ظاهرة ملحوظة، وهو الاتجاه الذي يمثل مسلكا رئيسيا لدى البنك الأهلي عندما أصبح جزءا لا يتجزأ من هذا التيار الإنساني الذي يتم فيه الاقتداء بالخطوات الرائدة والدؤوبة للسيدة سوزان مبارك. إننا هنا في واحد من أحدث الفروع الجديدة للبنك الأهلي المصري. الآن وفي ضوء ما ثبت من إمكانية استكشاف التاريخ داخل صور الوثائق السينمائية، سنبادر بدعوة وتجربتها. فإذا كنا قد قسمنا الوثائق السينمائية إلى زمنين، أحدهما بأفلام الأبيض والأسود، وثانيهما هو الذي نعيشه اليوم بالأفلام الملونة، فبماذا ستكون وثائق الزمن الثالث في المستقبل؟ المجسم الملموس مثلا؟ ربما. سنبادر في هذا الفيلم باللقطات التي يتبناها البنك الأهلي كعينة تسجل وتوثق ما يخصه من هذه اللحظات المصرية الراهنة. كيف يا ترى سينظرون بعد قرن من الزمان إلى محتوى هذه اللقطات؟ إلى أي مدى سيفخرون بنا أجدادا لهم؟ في المبنى الرئيسي للبنك وعندما زرنا معرض المقتنيات الفنية، اكتشفنا ان الدافع في حماس البنك الاهلي لفكرة فيلمنا التاريخي هذا لم يكن فقط للاحتفال بمئويته،
ولكن لأنه يأتي ضمن فلسفته في دعم الفنون وتشجيع البحث عن التراث والتنشيط الثقافي، إيمانا بأن ذلك يوفر الجو الإيجابي للتطور الاقتصادي. ومثلما أن دعوتنا للتوثيق السينمائي تستهدف التواصل والبقاء، فإن مقتنيات الفن وحفظها هي أرقى وسائل وصور هذا البقاء الوثائقي. لذا فإن مبادرات اقتناء أعمال الفنانين وحفظها وعرضها يصبح عملا مستقبليا رائدا، بل وتبرز ريادته التي تستحق حماسنا، لأنه عمل مندرج في أنشطة بنك مهمته الأساسية المال وأعمال المصارف. انطلاقا من قناعات البنك الاهلي باهمية الجذور الثقافية في مساندة الانطلاق الاقتصادي، كان اهتمام البنك الاهلي بدور الفن في كل شيء يخص البنك، ولا ادل على ذلك من تصميم شعار البنك المستمد في تصميمه من اللغة المصرية القديمة، حيث يعني بيت الذهب والمال وكل الاشياء الثمينة. وترجع هذه التسمية الى مدينة النوبة التي كان المصريون القدماء يستخرجون الذهب من مناجمها، وحيث وجد منقوشا على جدران المقابر والمعابد هكذا يعني الشعار بيت الذهب، وهذه العلامة للجمع الذي تعود على الذهب. إنه تصميم مستمد في تكوينه وفكرته من ماضي تراثي حقيقي وأصيل، يعبر حاضرنا ليستمر في المستقبل كتراث أكيد. وأثناء بحثنا عن الوثائق التقينا بضرورة التأكد من صحة الوثائق، وضمن اهتمامات البنك الأهلي في هذا الموضوع تعرفنا على وسائل كشف التزوير. التزوير في النقود، أي تزوير أخطر الوثائق. كيف سينظر أحفادنا إلى احتياطاتنا لكشف التزييف في النقود؟ ربما ستكون لديهم طرق متقدمة في التزييف ذاته، تبدأ بفيروسات الكمبيوتر الذي سيسيطر على التعامل المالي في الغالب، لكن المؤكد أيضا أن الاحتياطات ستكون أقوى. وعندما كنت في أقصى جنوب قارتنا الإفريقية مررنا بمثال يؤكد أهمية الاستعداد للتوثيق للسينما، وكم كان جميلا هناك أن يتحمس لطلبي الفنان الكبير محسن نصر لتصوير بعض لقطات تؤدي دور الوثيقة في فيلمنا هذا. حدث ذلك عندما وصلت معه إلى جوهانسبرغ بصحبة مخرجنا الكبير يوسف شاهين ومع فريق فيلمه المصير، ليتسلموا جميعهم جوائز الإبداع الأولى من مهرجان الفيلم الإفريقي الذي أقامته إمنت هذا العام في بريتوريا. وكنت أثناء مرورنا بشوارع جوهانسبرغ قد انتبهت إلى فرع للبنك الأهلي المصري هناك، فأدركت على التو أنني أمام فكرة اقتصادية. فطالما أن المقر الرئيسي لبنكنا الأهلي هو القاهرة أي مصر، فإن هذا يعني البوابة الشمالية لقارة إفريقيا، وبالتالي فإن التواجد بفرع للبنك الأهلي المصري في جوهانسبرغ يعني البوابة الجنوبية للقارة الإفريقية. وفي فكرة هاتين البوابتين ما يستحق التوقف والتسجيل.
هذه اللقطات التي تعودنا أن تحملها إلينا نشرات الأخبار والبرامج مع كل إضافة جديدة، سنرتبها نحن هنا للتوثيق في فيلمنا بلقطات سينمائية من مقاس 35 ملي لنضمن بقاءها لأحفادنا، داعين الآخرين كل الآخرين للقناعة بضرورة التوثيق بشرائط السينما ضمانا للتاريخ. وإذا كنا قد بدأنا فيلمنا ببحث في سحر الوثائق السينمائية، فإننا نصل به إلى دعوة للتأريخ للسينما، بل والدعوة الأهم لحفظ الوثائق السينمائية حتى لا نورث أحفادنا الندم على تراثهم الذي هو نحن الآن. إن المؤلم حقا هو أننا بينما نعاني ونكافح اليوم في البحث عن الوثائق السينمائية القديمة والمفتقدة، يتعثر التركيز بالتسجيل السينمائي للحظات السينمائية الراهنة لتبقى سجلا وثائقيا للمستقبل، إذ لم تصبح شرائط الفيديو حتى الآن مؤهلة لتحل محل شريط الفيلم السينمائي الذي يحتاج لتكلفة عالية وحركة دؤوبة مبكرة. وكلما لاحظنا ذهب الرئيس مبارك على المتابعة الميدانية بنفسه ولكل مناحي الحياة والعمل في مصر، تأكدت لدينا ضرورة أن تكون هناك كاميرات سينمائية مستعدة دائما للملاحقة الوثائقية. تتعدد أمثلة الضرورة للتوثيق، لكن في قمة الأمثلة التي يبرزها سرد التاريخ في فيلمنا هذا أنه في نفس السنة التي أنشأ فيها البنك الأهلي المصري منذ 100 سنة بهدف حل مشاكل مصر المالية والاقتصادية، كان عدد سكان مصر تقل عن 10 مليون نسمة. أما اليوم وقد زاد العدد عن 60 مليون، جاء قرار الرئيس مبارك بالانطلاق العملي الى خارج الوادي القديم عبر مشروع تشكي قرارا للمستقبل، ومن ثم يتحتم التوثيق للمستقبل. وللمستقبل ايضا لا بد من توثيق الانطلاق الى سيناء. عندما ننتهي من هذا النموذج التوثيقي بالسينما حول حياتنا المعاصرة، فيجب أن نعترف وبوضوح أن دعوتنا للتوثيق
ومبادرتنا بتطبيقها هي مبررنا الحقيقي للإقدام على عمل فيلم ينتجه البنك الأهلي المصري. إلا أننا من ناحيتنا كنا على لقاء معه بحكم موضوعنا الذي رحنا نبحث في سحر الرائع، سحر الوثائق السينمائية، وبحكم ما أثبته لنا التاريخ نفسه من حيث موقع البنك الأهلي منه. هكذا قام البنك الأهلي المصري بتشجيعنا لعمل فيلم عن تاريخ مصر من نهاية القرن ال19 حتى نهاية القرن ال20 كعمل تاريخي للأغراض الثقافية البحتة. فاكتشفنا أن هذا التوجه الثقافي في ذاته لا يستطيع أن يهرب من التأكيد على الدور التاريخي للبنك الأهلي، إذ حتى لو أردنا التغاضي عن ذلك فإن البنك الأهلي المصري أردنا أم لم نرد خاضع وراء الأحداث أمس واليوم وغدا.